قلب ازرق ازرق، ايه القرف ده؟ قرف ولا مين؟ انا مصطفى. وبعدين ايه الاسلوب ده؟ ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ انت اللي فيه ايه؟ انا بقالي سنين متمرمط معاك، مش حاسس ان في مشكلة؟ يا استاذ قلب، انا مش مشكلتي مع حضرتك شخصيا، انا مشكلتي مع معنى وجودك. ده معناه ان احنا كده اصحاب بس. مصطفى حبيبي فوق، انا اللي زهقت منك. دي تامن مرة اجيلك السنة دي. وبعدين انت امتى اخر قلب احمر جالك؟ امبارح على فكره. اللي من مامتك مش محسوبين يا مصطفى. انا قلب ازرق وامي بتبعت لي قلوب حمراء عادي. جالي واحد في 2017 وكاتب بالغلط وبعتلك بعدها 4 ايموجي ضحك. يا ريتها كانت بعتتني انا ارحم. يعني مش لازم نقعد نذكر الحاجات دي. حضرتك عايز مني ايه؟ اخلص وقول. اقدر اساعد حضرتك ازاي يا حبيبي؟ انا اللي عايز اساعدك، انا اللي عايز امشي من هنا. بنت امبارح بتقول لك انا زهقانه، تقول لها ركتاب ليه يا مصطفى؟ انت خالها. طيب خلاص، انا هقول لها وامر الله. تحبي تلعبي تروث اوردير؟ تيفا حبيبي، انت عايزني ابدا اعيش معاكوا هنا؟ افرض انام جنبك هنا؟ ليه؟ انت عبيط. خلاص بعتلها الاستيكر بتاع الكلب وهو ماسك الريموت وبيعمل كده. بيعمل ازاي حبيبي؟ كده. حلو قوي، امسح لي بقى رقمها واطلب لنا اكل. احنا شكلنا قاعدين يا مصطفى. استاذ قلب، انا قلبي وجعني. يوه ده بيشخر. هبات انا فين النهارده؟ أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. سنة 1887 قدم طبيب العيون البولندي ال زامينوف اختراع جديد للعالم. الراجل ده عزيزي عمل لغة. اللغة هي منتج اتطور بالزمن من أصول قديمة. زي كده باللغات الأوروبية انحدرت من اللاتين، والمنتج ده بيطعم بآلاف الألفاظ وآلاف اللهجات، وبعد سنين كتير جدا بيستقر على قواعد وشكل نقدر نعرفه بيه وننتمي ليه ويميزنا عن غيرنا. منتج بيتولد وبيكبر مش بنخطط له. زامينوف هيكسر كل القواعد دي ويخترع اللغة لوحده، لغة كاملة هيقدمها في كتابه فاندمنتو دي اسبرانت سنة 1905 تحت اسم لغة الاسبرانت. زامينوف رغم تخصصه الطبي كان بيتكلم أكثر من 7 لغات، وده بحكم حياته في الإمبراطورية الروسية اللي كان وقتها فيه لغات زي الروسي والبولندي واليدش والألماني وشعوب كلها بتكره بعض. لكنه كان مدرك إن تعدد اللغات بين الشعوب ده هو السبب في سوء التفاهم اللي ساعات بيوصل لحروب. عشان كده يقرر يخترع لغة ما تكونش ملك شعب بعينه ولا ينفع تحصل خناقة على أصولها، وكده كل الشعوب ما بقاش ليها حجة تعملها. نتعلم اللغة ونتوحد عليها كيونيفرسال لانجويج، ننتمي كلنا لنفس الثقافة والهوية، وبالتالي تنتهي الحروب. اللغة بالفعل بتنتشر وبدأ الآلاف يتكلموا بيها، بل إن إمارة بورسند على الحدود بين بلجيكا وألمانيا كل سكانها بدأوا يتبنوا الإسبرانت عشان يأكدوا إن البلد بتاعتهم محايدة لدرجة إنها بتتكلم لغة خاصة بيها. وده بالظبط اللي كان يقصده زامينوف باختراعه. ولكن يا عزيزي، كل ده انهار في الحرب العالمية الأولى اللي أكدت إن السلام شيء صعب، وصعب بتصنعه اللغة لوحدها، وبلد زي بورسند ما أنقذهاش الإسبرانت. لكن الألمان غزوها، وبعد الحرب اتقسمت بين بلجيكا وفرنسا. وبحلول الحرب العالمية الثانية كان هتلر حذر من الإسبرانتو في كتابه كفاح، الكتاب الذي يحتوي على المركز الأول والثالث والخامس في البيست سيلر، واللي بينهم في قلبي أنثى عبرية وحوار مع صديق الملحد للدكتور مصطفى محمود، والباقي بقى أحمد مراد. هتلر ادعى إن دي مؤامرة يهودية لأن زامينوف كان يهودي، وبالفعل تم استهداف المتحدثين بيها. لدرجة يا عزيزي إن بعض أولاد زامينوف تعرضوا للإبادة في الهولوكوست، وانتهت قصة لغة بتحاول تحقق السلام وللأسف انتهت بمأساة. الحقيقة عزيزي أن هناك لغات دلوقتي نقدر نعتبرها لغات يونيفرسال. يا أبو حميد، حلم الإسبرانتو تحقق. هات حضن يا أبو حميد، نزل إيدك يا هواك. اللغات دي بالفعل انتشرت، ولكنها لم تنتشر لأسباب سلمية زي الإسبرانتو، ولكن انتشرت لأنها لغة إمبراطورية قوية استعمرت العالم لفترة طويلة من الزمن، زي الإمبراطورية الإنجليزية والإمبراطورية الفرنسية. اللغة الإنجليزية عزيزي بيوجدها 1.5 مليار إنسان، وده خلى هناك سؤال مستمر: هل ممكن تتولد لغة عالمية من غير حروب ودمار او اجبار من اصحابها زي ما حصل بالنسبه للمملكه المتحده وفرنسا والبرتغال واسبانيا؟ هل ممكن يكون في لغه واحده يتجمع حواليها البشر من كل البلدان مهما كانت لغتهم الاصليه؟ خليني اقول لك بقى يا عزيزي عن لغه بتستخدمها 212 دوله بتعداد 2.9 مليار انسان، ومش محتاجه لا قواعد ولا جرامر، محتاجه واحد بس عنده حس على دم. اللغه هي يا عزيزي. حاسس بحاجة؟ يا وحميد، انت قصدك على لغة الحب؟ والله العظيم افلست. ولد ومين ده اللي افلس؟ انا بتكلم على اللغة العالمية الايموجيز. ودي لغة يا وحميد. كل يوم يا عزيز، كل يوم بيتبعت 1 مليار ايموجي على الفيسبوك. 50% من كومنتات انستجرام ايموجيز، قلوب وضحك وكهكهة. ومن بين 3.2 مليار مستخدم للانترنت 93% منهم بيستخدموا ايموجيز. 7% دول يا عزيز دول كاريزما، ملوش اكشنات، بيعملوا لايكات بس، ما بيعملوش لايكات كمان، ما بيكتبوش بايموجيز، بيضحكوا ها ها اللي حتى من غير ألف هات بس لا بتبقى بموت
ايوه يا ابو حميد، بس الايموجيز دي مش لغه، ده صوره. انت وانت بتتكلم كده بحس ان انا في حكيم داخل عليا هيقول لي حاجه عمري ما فكرت فيها في حياتي. ما انت عارف اني بفرش لك عشان اقول لك ان انت اهوج واكمل المعلومه. انا هل انت يا عزيزي متاكد ان الايموجيز ليست لغه؟ خليني احكي لك عن اللي حصل سنه 2015 لما اوكسفورد ديكشنري بيعلن الورد اوف ذا يير، كلمه العام اكتر كلمه مستخدمه عالميا، هذه الكلمه فيس وذ تيرز اوف جوي، الوش اللي بيعيط من كتر الضحك. عارف الوش ده يا عزيزي اللي دايما بيجي ورا حموت واحنا اهو؟ الكلام ده يا عزيزي ليس كلام، ده كلام قاموس اوكسفورد، ده في علم القواميس كبير. الايموجيز قد تكون لغه تواصل ليس لها قواعد او جرامر، مفيش نحو، مش هنعرف، لانها ببساطه عباره عن صور. مش هقول لك استخرج لي قلب ازرق من العباره واعربه. تعرف يا عزيزي انا لو اعربت قلبك هيبقى مجرور بالكسره. ولكن الايموجيز ليها تاريخ اقدم حتى من ظهور الكمبيوتر والانترنت. خليني احكي لك، بينما اختراع السمايلي فيس بيعود للمصمم هارفي بول اللي عمله سنه 1963 لشركه تامين، ففي سنه 2017 تم اكتشاف وعاء بيرجع لزمن الحيثيين عمره 3700 سنه. لو ركزت يا عزيزي هتلاقي مرسوم عليه ما يعتبر اقدم سمايلي فيس في التاريخ. بينما في مراسلات رئيس دير في التشيك برنارد هينت سنه 1741 بيرسم جنب الامضه بتاعته سمايلي فيس. في المحاولات دي الايموجي كان بيترسم بالايد كامضه الفنان او الكاتب، محاوله لطيفه لتخفيف حده الكلام وهو مكتوب. لما اقول لك جاي امتى غير لما اقول لك جاي امتى، ده يفرق التون. بينما اول استخدام للايموجي بتكتبه الاله الكاتبه ظهر سنه 1862 خلال نقل نيويورك تايمز لخطبه لينكولن. محدش يعرف هل ده كان مقصود ولا كانت غلطه مطبعيه، لحد ما ابتدى يظهر اشكال كتير مقصوده في مجله باك، دي كانت مجله هزليه سنه 1882. النوع ده هيعرف باسم الايموتيكون، وهي ان انت تستخدم علامات الترقيم والاقواس في الاله الكاتبه عشان تعمل شكل تعبيري. الروائي الشهير فلاديمير نابوكوف في مره كان بيتسال عن مكانته بين الكتاب، فرد وقال I often think there should exist a special typographical sign for a smile، نفسه يبقى في شكل ابتسامه يكتب ويجاوب بيه طول الوقت على اسئله الشبه دي. ها عزيزي ان كل المحاولات اللي قلناها كانت محاولات فرديه او هزليه، كانك بتتسلى بشكل العلامات وبترسم. بينما اول مره يتولد ايموتيكون يؤدي وظيفه في التكست في النص زي ما طلب نابوكوف كان 19 سبتمبر سنه 1982 لما طالب في جامعه كارنيجي ميلون نايل سوارتز نشر على شبكة كمبيوتر الجامعة خبر حدوث تسريب للزئبق. لا عزيزي ده لم يكن خبر حقيقي ولكنه جزء من معطلة فيزيائية كان بيشرحها على أكتر من باراجراف وبيطلب حل. ده عارف المسائل الكلاميه زي ما يقول لك انقلبت عربه برتقال بقت نم البرتقال، احسب البرتقال مفقود، مثال عشان تحط ارقام وتحل، ما تقعدش بقى تستحل مع التاجر اللي خسر والسواق اللي اتقلب والبرتقال كان سكري ولا بسر. حل ساعتها البروفيسور سكوت اي فالمان قال إن يا جماعة أي نوت مكتوبة بهزار أو بشكل افتراضي هنضيف لها هذا الرمز، أما بقى لو كانت جد هنضيف هذا الرمز، ده مبتسم ده مكشر. ومن هنا نقدر نقول اتولدت الإيموتيكونز، الأب الروحي للإيموجيز المنتشرة في العالم كله. في أوروبا الموضوع كان مختلف عن آسيا، يعني في الغرب هتظهر الإيموجيز بزاوية 90 درجة زي ما عملها عمك سكوت بالشكل ده أو الشكل ده مثلا، بينما في آسيا عشان الكتابة أفقية فهتظهر بشكل أفقي وهيسموها كاموجي اللي هي الإيموجي بس بالإيجن. فاكر يا عزيزي رسائل الموبايلات النوكيا بتاعت زمان؟ شايف الأشكال والجمال والحلاوة؟ أهي دي كلها إيموتيكونز. الله امال الايموجيز جت امتى يا ابو حميد؟ كلمه ايموجي ظهرت سنه 1999 لما المصمم الياباني شيجي تاكا كوريتا، المفروض يا ابو حميد تقولها بالبيت تقيله، اللي كان شغال في شركه الموبايلات والانترنت دوكومو شاف الايموتيكونز فقيره قوي في تعبيرها، احنا محصورين فيها بعلامات الترقيم، ليه ما نعملش صور في لوحه عرض تعبيريه اكتر تقدر تختارهم على طول من الكيبورد بدل ما تصنعهم بعلامات الترقيم؟ وبالفعل عمل 176 ايموجي 16 في 16 بكسل مقتبسين من رسوم المانجا، رسوم شيجي تاكا محفوظه دلوقتي في متحف الفن الحديث في نيويورك باعتبارها اول طريق الايموجيز في الفضاء الافتراضي. الايموجيز بتاع شيجي تاكا سوف تغزو مش بس اليابان ولكن اسيا كامله. الشباب من العالم كله هينزلوا ابلكيشنز مخصوص تقدر تعرف الايموجيز على موبايلاتهم. كل ده هيلفت نظر شركه ابل اللي هتقرر تكون اول شركه هتحول الايموجيز من اوبشن ياباني لاوبشن عالمي. مش محتاج كل اللف والدوران ده عشان بس ننزله على موبايلاتنا، بس عشان ده يحصل كنت محتاج موافقه اهم كيان في عالم الاكواد والتكست اليونيكود كونسورتيوم. ببساطة يا عزيزي أي كلمة أو حرف بتكتبه على سوفت وير كمبيوتر بيحصل لها إنكود، السيستم بيحولها لأرقام، البي بتساوي 10 والإي بتساوي 9، ده اسمه إنكودينج، بنخلي ده يساوي ده. المشكلة إن كل دولة وكل نظام كان ليه السيستم بتاعه بالأرقام بتاعته، فلو بعت تكست من سيستم لسيستم مختلف لا يمكن يظهر لك التكست صح، لأن تاني كل سيستم له الأرقام بتاعته اللي بيعمل بيها ديكود وإنكود. أما بقى عمتك اليونيكود عايزة تعمل يونيفيكيشن توحيد مؤسسة غير ربحية اتأسست سنة 1991 عشان توحد العملية وتعمل إنكود
كودينج سيستم واحد للتكست كله في العالم. يعني كائنات زي هواوي وابل وجوجل اللي بيتحانوا في بعض دول كلهم يروحوا عند يونيكود يقعدوا يتوحدوا يشربوا شايهم على نفس السيستم وكلهم يشتغلوا بنفس النظام. عشان كده بيسموها United Nations of Text Standards، يعني الامم المتحده بتاعت معايير النصوص. وبما ان الايموجيز بتتحط وسط التكست فهي تكست، وعشان تتقبل في انظمه التشغيل المنضمه لليونيكود لازم توافق عليها لجنه اليونيكود وتعمل لها سيستم واحد قبل ما تطرحها انظمه التشغيل دي. عشان كده في 2009 هيروح مهندسي ابل ياسوكيدا وبيتر ادبرج ويطلبوا ضم الايموجيز الى اليونيكود اللي هتاخد سنه كامله لحد ما توافق. وفي 2011 هتقدم ابل اول اوفيشال ايموجي كيبورد للمستخدمين، وبعد سنتين هتدخل اندرويد. في اللحظه دي بدات الايموجيز تحقق حلم سبرانتو وتغزو العالم وتوحده على لغه عالميه مش خاصه باليابان بس، لدرجه ان اليوم العالمي للايموجيز 17 يونيو بيوافق اطلاق ابل للكالندر بروجرام لانظمه ماك في 2002. يعني المناسبه ملهاش دعوه باليابان. 72% من مستخدمي الانترنت لقوا ان التعبير بالايموجيز اسهل من استخدام كلمات لغتهم. وبيننا الاسبرانتو فشلت سنه 1922 في الانضمام الى لغات الامم المتحده والاعتراف بها دوليا. في سنه 2015 بعد 4 سنين بس من اعتمادها من اليونيكود هيشكر الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما رئيس وزراء اليابان شينزو ابي خلال زيارته للبيت الابيض، لانهم قدموا للعالم الايموجيز. الايموجيز بدات تدخل في تصريحات السياسيين زي هيلاري كلينتون وتقارير رسميه للبيت الابيض زي تقرير عن الميلينيالز في 2014 فيما وصفته المؤرخه الامريكيه ناتاليا ميلمان بيتريزيلا، ما اعرفش هي اسمها كده، ان الايموجيز لم تعد مجرد رموز تعبيريه، دي استراتيجيه تو ابيل تو بيبل. وهنا نيجي للسؤال، لماذا حققت الايموجيز هذا النجاح الساحق؟ حسب نموذج شالن ويفر موديل اوف كوميونيكيشن اللي قدمه كلود شانون وورن ويفر سنه 1948، لو انت عندك مسج بتعمل لها عمليه الانكودينج يعني بتحولها لكلمات بلغتك وتقولها فيستقبلها شخص ويعملها عمليه ديكودينج فيفسر كلماتك عشان يعرف يرد، عمليه التواصل دي احيانا بتبوظ بسبب اللانجوج بارير، ان انت بتتكلم بلغه انا مش فاهمها، فساعتها هنلجا بقى للغه التواصل البصري زي ما تكون في بلد اجنبيه وجعان فتقعد تعملها لانك ما تعرفش معنى جعان، وهنا الشخص يفهم انت عايز ايه. حسب الاحصائيات 55% من التواصل الفعال هو من خلال لغه الجسد، 38% تون الصوت. تخيل يا عزيزي بقى لو انت في وسيط افتراضي زي الاونلاين تكستنج، انت لا شايف ال 55% ولا سامع ال 38%، فانت عزيزي في 93% طايرين منك. هنا بقى فايده الايموجيز لانها بتظهر وبتسد هذا الفراغ، الفراغ اللي هو كام؟ 93%. تاني مش بتسده كله. عشان كده اللينجويست فيفيان ايفنز بيعتبر الايموجيز ذا بادي لانجويج اوف ذا ديجيتال ايج، لغه الجسد بتاعه العصر الرقمي. وبالفعل في دراسه لعالم النفس اوين كراشس لا ان المخ زي ما بيتفاعل مع لغه الوجوه والجسد بشكل مختلف، فالمخ بيتفاعل مع الايموتيكونز اللي هي ابسط حتى من الايموجيز على اعتبار انها وشوش حقيقيه، وده ظهر في وقت الكورونا اللي الدراسات فيه اكدت ان استخدام الشركات للايموجيز في تعاملاتها زود احساس الكامارادري او الصداقه او الحميميه المفقوده. في زمن التباعد الانسان فيه مشتاق للغه الجسد والحميميه اكتر من التكست. كل الاسباب دي يا عزيزي خلت الايموجيز تتفوق على 7000 لغه بيتكلم بيها العالم حاليا. والله يا ابو حميد قصه ملهمه جدا، واني بديك 2 واي بين قوسين من عندي، واي من اللي هي كابيتال الغاليه. استنى يا قهوج وانا هديك الموضوع سهل كده. في بناء درامي وفي حبكه، اهدى انا مصاب بالحبكه يا عزيزي. الايموجيز غزت العالم بسبب سهولتها، يعني تفاحه بالعربي، ابل بالانجليزي، بوم بالفرنساوي، بينما في الايموجيز هي صرت التفاحه، خد الثمره وسمها زي ما انت عايز، ان شاء الله تقول لها نجلاء براحتك. لما بنتكلم على التفاح بنتكلم على دي، بنتكلم على الصوره دي بس. معلش يا ابو حميد، هل لغه بهذه السهوله قدرت توحد العالم؟ واحده من اهم المشاكل اللي ظهرت وقت الاسبرانتو رغم اجتهاد زامينوف وتفانيه في انه يخليها جديده لانج، ان اللغه كالفاظ وجرامر مشتقه في نطقها من لغات اوروبيه، لان الراجل في النهايه اوروبي، وبالتالي صعب تعلمها الاسيوي ولا الافريقي، لان الافريقي مترقع ومطرشم دلوقتي. متابع انا عشان ما تفهموش ان بومر. طبعا عبال ما النكته دي تنشر اكون بقيت بومر. المشكله ان هذه المشكله يا عزيزي كانت موجوده في الايموجيز. ازاي يا ابو حميد؟ الايموجيز مشتقه من لغه بتاع دوله معينه؟ يا عم اهدى خليني اشرح لك. اديله ايموجيز حمراء غاضبه. بعد اعتماد اليونيكود للايموجيز اكتشف الناس خير اللهم اجعله خير ان هذه الايموجيز بتمثل الثقافه الغربيه اللي اعتمدتها والثقافه اليابانيه اللي صنعتها، ولكنها بتتجاهل ثقافات كتير. يعني مثلا في اول نسخه للايموجيز كل الوشوش كانت بشرتها بيضاء، السوشي له 6 ايموجي، انما التاكو والبوريتو والاكلات الافريقيه ليست موجوده. ايموجيز المهن زي الطبيب ولا المهندس كلها شباب، مفيش ستات ولا كبار سن. ايموجي النوم اللي قدامك ده ثقافات كتير اعتبرته حد لان رسمه شخص نايم بيطلع فقاعه مستوحاه اصلا من المانجا الياباني، مش كل ثقافه هتفهمه. انا فاكر يا عزيزي ايامي كان هناك دي بيت كبير على الايدين اللي عاملين كده، هل هم ايدين بيدعوا ولا ايدين بيعملوا
هاي فايف، خدت معضله كبيره. كل هذا الكلام خلت الناس تتهم اليونيكود انها لجنه من اشخاص بيض البشره بتختل العالم كله اللي شبه ثقافتها وثقافه الرسم الياباني. واحد من اعضاء اليونيكود بيقول ان ضم سيستم اي دوله لغتها اليونيكود زمان كان سهل، لانك بتاخد لغتها وتديها سيستم رقم لكل حرف ولكل كلمه وخلاص خلصنا على كده. انما مع الايموجي الموضوع مختلف، دي مش لغه كلمات ولا حروف، دي اشكال بلا نهايه. وهنا ظهر تحدي ان الايموجيز لازم تمثل بالصور كل ثقافات العالم، يجب ان يكون هناك ديجيتال ريبريزنتيشن اوف اول كلتشرز. وفي سنه 2014 حصل ما يسمى الجريت ايموجي بوليتيكايزيشن، بدا يضاف حاجات زي مهن للجنسين في الايموجي، اعلام للدول المستبعده زي العلم الفلسطيني. 2015 بدا يظهر اوبشن سكين تون في نفس السنه، انك تختار لون بشره الايموجي. بدات يونيكود تستقبل طلبات من كل الثقافات زي ايموجي الحجاب اللي طلبته طالبه من برلين عمرها 16 سنه. معلش يا ابو حميد، هي يونيكود جابت بسرعه ورا كده ليه؟ هو يعني الناس فاضيه للدرجات دي تسمع كل اقتراح وتستجيب؟ برافو عليك يا عزيزي. ايه برافو عليك عادي، بحييك لما بتقول حاجه كويسه. يا ابو حميد دي ما حصلتش من 98، انا غلطان. نرجع لموضوعنا. كلامك ده هو اللي قاله ساندر بياتشي السي او بتاع جوجل سنه 2017 لما تويتر انقسم جدال حاد حوالين ايموجي البرجر. اسمع بقى عزيزي تفاصيل هذه الازمه التي حلت وعصفت بمواقع التواصل الاجتماعي والتويتر. جوجل كانت خلت في الايموجي بتاع سندوتش البرجر الجبنه من تحت، قابل بقى 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 خلت الجبنه من فوق. ازاي؟ لا يا ابو حميد انت لا مش هينفع نتكلم في المواضيع دي على الهوا، دي هتعمل مشاكل كبيره، دي منطقه شدر ما ينفعش ناخد فيها. يا ده عزيز انت ابن بلد وشهم. انا ما كنتش عايز اتكلم على موضوع الخناقه دي لولا بس ان الدقه التاريخيه حصلت يا عزيزي تريقه طبعا. واتقال ان المشكله دي هي راس اولويات جوجل، والحقيقه ان وصل طلبات كتيره لليونيكود من اشخاص تبان تافهه، الا ان هذه العمليه مهم بسبب ضغط قوي من الناس اهم منك ومن مستخدمي تويتر. مين يا ابو حميد؟ البراندات. براندات اهم من تويتر؟ اهو ابو حميد مال الترندات بالموضوع ده. خليني اقول لك ان خبير الماركتنج ليف فاجنر بيقول ان تحليل البراندات للداتا اللي فيها الايموجيز واللي بيسموه السنتمنت اناليسيس اسهل بكتير، لان الايموجيز بتبين شعور كاتب التكست من غير ما احتاج ان اقراه. كمان تفضيل المستخدمين ان هم يعبروا من خلال الايموجيز خلى براندات كبيره تضغط على اليونيكود زي حمله فورد، الحمله الشهيره اللي حصلت في 2019 إضافة البيك اب تراك ايموجي. مثلا من ضمن الضغوط إضافة أكلات ثقافية زي التاكو، ويطلع وراها كيانات مطاعم كبيرة زي تاكو بيل، وورا حملة مطالب ايموجي شوكولاتة تظهر شركة كيتكات. وده خلى ناس زي الكاتب الأمريكي دوغلاس راشكوف وبروفيسور الكمبيوتر ساينس كيف وينستاين يعتبروا إن اليونيكود رغم إنها تبدو ديمقراطية بتستقبل الطلبات وبتنفذها، إلا إنها لا مؤاخذة منبطحة، نفوذ البراندات والشركات الكبرى مسيطر عليها. حسب عالمة السيكولوجي في جامعة تورونتو أن لومانوفسكا، الايموجي محلتش مشاكل التواصل كلغه عالميه لاننا بثقافات مختلفه، وحتى لو اتفقنا على ايموجي واحد ف 25% من المستخدمين بتترجم الايموجي الواحد احيانا لمعاني مختلفه. وعلى حسب مقاله للجارديان بعنوان سمايلي فيس، سمايلي فيس اللي كان رمز التفاؤل والبهجه في عرف الجنزي بقى تول اوف باسيف اجريشن، طريقه للعنف السلبي ترمي بيه كلام. لو نورت يا بي السما الصفرا دي عايز يعرفها، خليك براحتك على القهوه، اتاخر مع صحابك، انا مبتسم اهو عشان ما تقولش ان انا كئيبه. وحتى ايموجيز عاديه زي البتنجانه والخوخ نباتات بريئة من نبت الأرض تحولها المستخدمين الصيع إلى رموز إباحية. يبدو عزيزي إن العالم لم يكن مستعد للإنترنت ولا الخوخ. لدرجة عزيزي إن أبل حاولت في أي أو إس 10 تغير ديزاين الخوخة وبقى يعني مش عارف تلغيه خالص وتقول الموسم بتاعها خلص. هنا عزيزي إحنا أمام لغة قائمة على الصور بيكتشرز اللي هي أسهل وسيلة تعبير، تحولت إلى خناقة بين الثقافات، كل ثقافة عايزة الصور اللي تمثلها. وحتى لو اتفقنا على ده فالصورة الواحدة بقى ليها دلالات مختلفة. بس يا محمود معلش دي كلها أونلاين تكست، لو زهقت من كل ده سيب النت وابعت جواب. ها عزيزي ان الايموجي سوف تتحول من مشكله افتراضيه في الشات لمشكله احيانا هتفصل بين حياه وموت شخص. بروفيسور القانون في سانتا كلارا إريك جولدمان بيقول ان عدد الجرائم اللي كانت الايموجي جزء منها ارتفع من قضيه واحده سنه 2004 ل 100 قضيه سنه 2019. الله يا ابو حميد، علاقه الايموجي بالكرايم؟ ايه كان بيرفع لها ايموجي مسدس الاخضر في الشات؟ ايوه. محكمه في فرنسا حكمت على شاب 3 شهور سجن بتهمة تهديد حبيبته، والدليل في القضيه كان ايموجي مسدس. لا ده مع سبق الاصرار، ده بقى اتقفش تايبنج يبقى مع سبق الاصرار، دي ما فيهاش كلام، اسال فريد الديب. امال بينما في قضيه ثانيه في 2017 في ولايه ماساتشوستس تحول الحكم في جريمه من قتل غير متعمد من الدرجه الثانيه لقتل مع سبق الاصرار والترصد، لان القاتل اضاف في رساله للضحيه الايموجي ده.
يا ابن اللذينة، واللي اعتبرته المحكمة نية مبيتة للتهديد. ده قاتل لعين الدليل، عامل لي ايموشي علي اكسات على العين والله وقع. انا اقول لك يا عزيزي ان هذه الحوادث الشنيعة بسبب هذه الايموجيز وهذه الاحكام خلت شركة ابل تحول ايموجيز المسدس لايموجي مسدس مية، وتضغط مع مايكروسوفت ضد اضافة ايموجي الرايفل اللي هو المسدس. بينما في خلال قضية سيلك رود ماركت اللي فيها تم اتهام روس اولبرايت بادارة اعمال غير شرعية على الدارك ويب، من ضمنها التهريب وغسيل الاموال والمخدرات، تخطط قيمتها ال 213 مليون دولار، حاول المحامي بتاعه يبوظ القضية اللي كانت كل ادلتها محادثات الكترونية بين الادعاء. كان بيقرا المحادثات بصوت عالي، وده كان بيتجاهل الايموجيز اللي ممكن تبوظ معنى النص او تغيره تماما. يعني لو قلت لك تهديد اخره سمايلي فيس يبقى انا بهزر، والله بهزر. ورغم ان روس تمت ادانته في النهاية، الا ان القاضية كاثرين بي فورست اكدت ان الايموجيز في هذه القضايا جزء لا يمكن تجاهله. لغة الاسبرانتو اللي بدأ كأمل في توحيد العالم بشكل سلمي لسخرية القدر، اخر استخدام موثق ليها كان في تدريبات الجيش الامريكي كلغة مناورة. يعني تخيل عزيز تعمل اغنية للتوعية ضد الكحول، فالشباب تجد ان مزيكتها حلوة للرأس في الاحتفالات اثناء شرب الكحول. هنا عزيزي الايموجيز اللي ظهرت كأبسط اشكال التواصل وامل في توحيد مستخدمين من كل الثقافات، قدرت برضو زي كل اللغات تخلق اختلافات ثقافية ودلالية، وتتحول في النهاية الى رمز للتهديد والتحرش والقتل. طب وبعدين يا ابو حميد نخترع ايه تاني عشان الانسان يبطل يبقى مخلوق متعب؟ لا اللغات نافعه ولا الصور نافعه. كده يا ابو حميد الايموجيز نجحت ولا فشلت؟ خروج اخير وراجع لك شغال المزيكا الدراميه. في يوليو 1945 في وقت الحرب العالميه الثانيه، اجتمع الحلفاء في مؤتمر بوتسدام وطلبوا اليابان بالاستسلام الغير مشروط يا اما الدمار الفوري. وبينما الصحفيين بيضغطوا على رئيس وزراء اليابان كانتارو سوزوكي للرد عليهم، فقال لهم كلمه لن انساها مدى حياتي عزيزي، موكو ساتسو. معقول يا ابو حميد؟ انا ما كنتش اعرف ان هو بالبجاحه دي. وايه اللي بالبجاحه؟ انت ايش وهمك؟ انت عامل قلت ايه؟ دي معناها لا تعليق، يعني ما فتحتش الرساله. مفيش حاجه اسمها ما شفتش الرساله في الزمن اللي احنا فيه ده. بتهزر؟ شفتها من بره ما فتحتش. ولكن المفاجاه ان كلمه موكو ساتسو ليها معاني كثيره في اليابانيه كلها مشتقه من الصمت. عشان كده وكالات الانباء هتختار تترجم الكلمه نوت worthy of comment. التحذير ده لا يستحق الرد، ما يستاهلش ان نعلق عليه. يعني زي ما اقول لك كده يا عزيزي اقول لك ماشي، فانت تقوم مترجمها انه بيتوعد، بيقول لك ماشي. زي مثلا ما اقول لك يا عزيزي اعمل اللي تحبه، ممكن يبقى فيها استسلام، اعمل اللي انت شايفه، ممكن يبقى فيها تهديد ونتضايق، اعمل اللي تحبه مثلا. يعني انا طبعا ما اعرفش كان قصده ايه بصراحه. ولكن اللي حصل ان بعد 10 ايام هتلقي امريكا القنبله الذريه على هيروشيما وناجازاكي، وتعلن دخول العالم كله عصر الرعب النووي. تخيل يا عزيزي ان قد يكون ترجمه خاطئه لكلمه وصفت انها ذا ورست ترانزليشن ميستيك ان هيستوري، اسوا غلطه ترجمه، وخلقت عصر جديد مرعب للانسانيه. قد تعتبر ان الغلطه عند الحكومه اليابانيه اللي ما وضحتش، او ترجمه الصحفيين الخاطئه او المشحونه في الرد. ولكن ربما اننا نتخيل ان اليابان لو كانت ردت بالانجليزي مثلا وامريكا فهمت، ما كانتش القنبله هتترمي. في دراستها واي لانجويج از ريلي نوت ا كوميونيكيشن سيستم، لماذا اللغه ليست وسيله تواصل، بتقول انسي ريبول ان ربما اسوا غلطه غلطناها ان احنا تعاملنا مع اللغه كوسيله تواصل أساسية. وبالتالي لو وحدنا هذا النظام بين البشر هتنتهي كل مشاكل التواصل وهيحل السلام. يا سلام. بينما اللغة ظهرت ببساطة كاحتياج ميد، لأن البشر مخلوقات معقدة اختارت تخرج جزء من تعقيدها الداخلي في صورة كلمات. الإنسان قرر يعيد تركيب كيمياء مخه ومشاعره وأفكاره المعقدة جدا عشان تتسجن في مقاس ألفاظ يقدر يقولها. ومهما اتطورت لغتنا وترجماتنا، فالتعقيد اللي بيميزنا كبشر مازال جوانا، ومحتاج ألف طريقة تواصل عشان يوصل للنور جنب اللغه. عشان كده يا عزيزي ما اكتفيناش بيها، اننا خلقنا قوانين لا تعد ولا تحصى عشان تنظم وجودنا وتواصلنا مع الاخر. وعشان كده ابسط واحدث الاختراعات اللي اختزل التواصل في صوره واحده زي الايموجي اتحولت لمشكله قانونيه وفلسفيه وانسانيه. وكل محاولات توحيد اللغه زي الاسبرانتو بدات بحلم ساذج وانتهت بكابوس، لانها حاولت تخرج الانسان من سجن القوميات، وبدل ما تحرره نمط التنوع البشر كله في سجن الفاظ موحده. والانسان اكبر من كده واكبر من كده، وزي ما التاريخ بيحكي لنا عن ناس اتخانقت عشان الاختلاف، فالتاريخ برضه بيقول لنا عشرات القصص عن مواقف لبشر حاربوا فيها بعض رغم تماثلهم في اللون واللغة والعرق والدين. عشان كده من السذاجة ان احنا نتخيل ان ازالة الخلافات بين البشر هيخلق جنة على الارض، لان العكس قد يكون هو الصح. عشان اولا ده مستحيل، وثانيا لاننا لو فضلنا نحاول نزيل الاختلافات فده في جوهره تأكيد على ان الاختلاف بيؤدي بشكل حتمي الى الصراع، تأكيد ضمني على اننا لو مش شبه بعض يبقى لازم نحارب بعض، في حين ان الحل ممكن يكون في قبولنا لمجموعة من الحقائق. البشر مجموعات متنوعة جدا من الاعراق.
الفراغ والأديان والألوان والميول. البشر عندهم ميل غريزي للقرب من الشبه، وهو ده اللي بيخلق المجتمعات والهويات اللي بنتمي ليها، والبشر محتاجين ده. وأخيرا يا عزيزي، حابب أختم بجملة الكاتب والشاعر الفرنسي ورجل الدين فرانسوا فينلو: All wars are civil wars because all men are brothers. Each one owes infinitely more to the human race than the particular country in which he was born. الرجل ده عزيزي بيقول إن كل الحروب حروب أهلية، لأن كل إنسان انتمائه الإنسانية أكبر من انتمائه إلى القومية. أتمنى يا عزيزي تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات اللي جاية، تبص بس على المصادر. لو إحنا على اليوتيوب نشترك على القناة. عزيزي مشاهد، خد دي نقطتين فوق بعض نجمة. من أكبر عزيزي الاكتشافات اللي فاجأتني في عالم الإيموجيز إن الإيموجي أبو نضارة شمس الكول الروش ده هو الإيموجي السمج الرزل أبو نضارة. شفت يا عزيزي التاتشات بتفرق إزاي؟ بس يا عزيزي